السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات كورس فيو ماستر كلاس. النهاردة إن شاء الله هنعمل مشهد طبيعي. أنا بصراحة جبته من جوجل، بصراحة كتبت سكاي ماونتين، تمام، وحالا أجيب لكم نتائج البحث. هذه النتائج بتاعت البحث، لو شفنا هنلاقي فيه هنا حبة حاجات جاية. أنا دورت بالكلمة دي، وعلى فكرة كل التيتوريالز إن شاء الله هتبقى عبارة عن بحث في جوجل وننقي مشهد ونعمله. في بقى حاجات كتير أوي أوي أوي. أنا بصراحة الفكرة جات لي من المشهد ده، قلت إن إحنا نخلي السحب في وسط قصدي الجبل في وسط السحب، حاجة زي دي كده، حاجة بالمنظر ده كده. طبعا باختلاف بقى إيه الأجواء بتاعتها. طبعا مصادر حلوة أوي على فكرة، موضوع إنك أنت تدور في جوجل بصراحة بيجيب صور بأمانة تحفة. ممكن دي تبقى ورشة تانية بعدين، ممكن دي، ممكن دي، يعني هنجيب إن شاء الله صور ورش كويسة جدا من جوجل. طبعا ممكن تدور بماونتين، تدور بايلاند، تدور بكلاودز مثلا ايلاندز، تدور مثلا بكلاودز ماونتين، يعني نوع البحث بتاعك علشان تجيب نتائج كويسة لو انت حابب انك انت تشتغل. طيب ناخد بقى ده في جنب كده ونروح لبرنامج الفيو. تعالوا في اول حاجة هنروح نضغط على ترين عشان نحط جبل، تمام، بالمنظر ده كده. انا عايز الجبل ده الى حد ما كبير حبتين، احطه مثلا هنا اهو. بعد كده احنا نحرك الكاميرا، بس احنا عايزين نظبط الدنيا بتاعتنا الاول قبل ما نبدا نحرك. نيجي في الفيو او السايد فيو، نكبر الجبل بتاعنا حبتين حاجه كده مثلا. تعال بقى اظبط الكاميرا زي ما انت عايز. هنروح على المين كاميرا. طبعا عندك على فكره المين كاميرا تحتها التوب، يعني في تحتها لو انت عملت سيلكت على التشايلد ده هتجيب التوب، التوب كاميرا اهوت، التوب كاميرا دي، لكن احنا غالبا ما بنشتغلش على التوب كاميرا، هنشتغل على المين كاميرا. ونسحب المين كاميرا مثلا لفوق ونرجعها مثلا كده ونجيبها كده. ممكن نعمل روتيت، ناخدها كده اهو مثلا، تمام. طبعا ممكن تحرك من هنا، لكن انا عايز احركها من هنا عشان اخد انجل كويس، تمام، حاجه حاجة بالشكل ده. طيب ناخد انجل احسن من كده كمان، بالظبط، بحيث ان انا اجيب حاجة كويسة، حاجة بالشكل ده. طيب نيجي بعد كده بقى نشوف احنا هنعمل ايه في الاخ جبل ده، تمام. نكبره كده ونكبره من ورا كده بالظبط، ودبل كليك عشان نخش في الماتيريال، اسف، في الترين اديتور. طبعا مش هنعوزه بالشكل ده خالص. طيب انا بفضل ان انا اعمل ايه؟ بفضل اعمل على طول ريسيت. بس قبل ما تشتغل على فكره الريسيت دي ممكن تخليك تعمل ماونتين جديد خالص، تمام، تعمل ماونتين جديد خالص. على فكره شيفت مع كليك يمين وتحرك فبتتحرك فوق وتحت. ممكن انا لو ضغطت على ماونتين اداني شكل تاني، ادي شكل تاني على فكره، هو شكل حلو، بس انا بدي لك كذا اوبشن بحيث انك انت تضغط يعني تحط كذا جبل او كذا ترين انت عايزه. يعني هعمل ريسيت تاني مره تانيه، ولو انا عليت ريزوليوشن وجيت عملت ماونتين تاني اداني ماونتين بشكل تاني خالص، خلاص. لو جيت عملت ريسيت عليت ريزوليوشن مره تانيه وصلت ل 1024، اعتقد انك انت مش هتوصل لاكتر من التباين ده، لان ده هيديك ديتيلز كتير جدا 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 جدا، تمام. لو انا جيت ضغطت على ماونتن بالشكل ده اعتقد المره دي بقى الدنيا اختلفت 360 درجه. فانا مش عايز كل الديتيلز دي في الماونتن بتاعي، خاصه ان انا هعمله مغطى بالسحب ويا دوبك قمم اللي باينه، فعايز اقلل وقت الريندر على قد ما اقدر. طيب انا هرجع بالكواليتي، ارجع ورا كده واعمل ريسيت مره ثانيه، وتعالوا نجرب مثلا نعليها سنه كده ونحط بيكس. ثواني، اعتقد جاب تالي جاب شكل كويس، لكن عايز يتعدل.
طيب لو انا عملت كده ورجعت حطيت ماونتن بالمنظر ده، وفوق الماونتن رحت حاطط بيكس بالمنظر ده كده، اصبح بالشكل ده. بس انا عايز اعرف الكاميرا جايباني منين. طيب هضغط هنا عشان اجيب السين كلها، تمام، وارجع لورا. اذا الكاميرا جايبه من هنا بالظبط كده، تمام، ومية مية، مفيش اي مشاكل. طيب ارجع اشيل السين واعمل انيبل جريد علشان اشوف عدد البوليجونز قد ايه، هل انا شغال كويس، هل انا شغال وحش، هل انا محتاج اقلل مش محتاج اقلل، كل الكلام ده. طب كده زي الفل، مفيش اي مشاكل. تعالوا ندي بقى شويه ديتيلز، ولو اني مش محتاج بس نديها شويه ديتيلز. تعالوا نزود ريزولوشن شويه ونروح على ستونز واحط ستونز، ارجع اقلل الريز، اروح على الستيرز، فين الستيرز، اعمل حاجه وليكن طبقيه بالشكل ده. ممكن احط فاير تريز بالمنظر ده كده، اعمل كنترول زد، فاير تريز دي هتاخد رندر فظيع. ممكن بيبلز بالشكل ده كده، اعتقد كده كويس. ممكن بقى اقلل الريز كمان شويه فيديني سموز، واشيل الجريد يديني حاجه بالشكل ده كده. لو انا جيت اعمل اوكي هلاقيه بالمنظر اللي انا شايفه. طب كده تمام وزي الفل ومية مية. اروح بس للكاميرا واروح لمسقط الكام، تمام، وكنترول زد، اسلكت الكاميرا واضغط او اسلكت الترين واضغط والف الكاميرا بالمنظر ده كده، واشيلها احطها فوق بالشكل ده وارجعها لورا بالمنظر ده كده، حاجة بالشكل ده كده. عايز اجيب بس حلو قوي. طيب كده تمام مفيش اي مشاكل. ممكن نعمل ترين كمان. على فكره انا هخرج عن الصوره شويه اللي انا وريتها لكم او اللي احنا عرضناها على الفيس كناتج للورشه، عشان عايز اعمل حاجه كمان احسن من كده. احط ترين تاني، اكبر الترين التاني ده، تمام بالشكل ده. اقدر ارجعه ورا مثلا كده واجي على التوب وارفعه حاجة بالمنظر ده كده، وابعد الكاميرا شوية. نيجي ننزل الكاميرا مثلا لتحت شوية كده مثلا، وناخدها كده مثلا. نيجي هنا ونعمل مثلا سكيل كده، ناخد السكيل ده ونيجي على الترين اللي قدام كده مثلا كده، وناخد من هنا نعليه، تمام، حلو قوي. لغايه كده احنا تمام مفيش فيه اي مشاكل. ننزل بس الكاميرا شويه ونبعد ده لتحت كده بقى علشان نبدا نشتغل او ناخد المنظر بتاعنا زي ما احنا شفنا. طيب تعالوا الاول نشوف الاتموسفير، او قبل الاتموسفير تعالوا نحط الماتيريال. نروح دبل كليك على الترين ونروح لكالر اند الفا ودبل كليك وناخد، ايه رايكم نعملها بايدينا؟ نعملها بايدينا. طيب لو احنا رحنا ل فين بيزك ماتيريال، في هنا في واحده هي اللي هي سنو 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 سنو. طيب سنو فين؟ السنو فين؟ السنو لوحدها، معلش هندور عليها شوية. دي الديفولت، في السنو، السنو كل دي روكس، لا انا مش عايز روكس، انا عايز سنو انيميتد بيزك تايل كلاود ديسبليسمنت ايكو مش عارف ايه لاند سكيبس. صدقوا هي السنو اصلا موجوده بس فوق هنا، يعني في نفس اللاند سكيب. ما علينا، ناخد السنو ونحطها كده بس. طب مش هتبقى سنو، مش هيبقى جبل جليدي. نعمل ميكسد ماتيريال دي كده السنو. هاخد الماتيريال اللي وراها دبل كليك، وتعالوا ناخد الروكس اند بلانتس.
كده اصبح عندنا السنو وعندنا الروكس اند بلانتس. تعالوا بقى ايه نمسكهم واحده واحده. مبدئيا انا عايز اقول له كفر، عايز اقول له كفر تمام، ونروح عند الديستريبيوشن واقول له ايديت فانكشن، واروح انزل له مثلا فراكتال واوصل الديستريبيوشن بالفراكتال واقول له التيتيود عشان الارتفاعات. وتعالوا كده بقى واحده واحده ونقلل اللارج سكيلز ونرفع الروفنس بالشكل ده كده والجين بحيث اجيب السنو بالمنظر ده كده. عايز اخليها سموث شويه، ممكن احط نويز. طب انا عايز اخلي الاثنين على الديستريبيوشن، عايز تخلي الاثنين على الديستريبيوشن، يبقى هنشيل ده بس الاول، سيلكت عليه شيله، وهتحط كومباينر او بلندر. على فكره هو كان تقريبا كان في 7.5 اسمه كومباينر، اسمع علينا. يعني هاخد ده هنا كده واخد ده هنا كده وفي الاخر اوصل الديستريبيوشن بالبلندر بالمنظر ده كده. يبقى النويز بيديني زي سكيل والفراكتال بيديني زي ديستريبيوشن. لو انا زودت سكيل النويز هلاقي السكيل هنا بيزيد. ممكن اخد جريدينت، ممكن اخد اي حاجه تعجبني، يعني اللي انت عايزه. اعتقد ده كويس. على فكره في هنا نويزز كتيره جدا جدا، فانت اختار اللي انت عايزه. تيجي للفراكتال، ممكن نختار فراكتال تاني خالص اللي هو الترين فراكتال. فين في الترين فراكتال؟ والترين فراكتال هيطلب ان احنا نعدل في حبتين، نقلل اللارج سكيل عشان ناخد ديتيلز، ونزود الروفنس عشان الديتيلز برضو، ونزود الجين عشان نعمل فرق بين دي وبين دي، نقلل اللارج ارياز. اعتقد ان احنا هنيجي في النويز، وفين فين السكيل؟ ادي السكيل، هقلل السكيل حبتين خلاص، وهاجي في الفراكتال. متهيألي ترين فراكتال مش هينفع، ممكن روكي ماونتنز نقللها حبه كده. طب نقلل ممكن جريني، اعتقد الجريني فراكتال كويس. لا هزود دي بقى عشان انا عايزها كده، والروفنس ازود، لا اقلل الروفنس شويه عشان عايز سموز الى حد ما، حاجه بالشكل ده كده. بعد كده اعمل اوكي. اجي بعد كده ممكن اشوف الفول بلند. طب خليه كفر ونزود كفر بالمنظر ده. ولو رحنا على الخامه الثانيه بالشكل تمام ده كده، ممكن اقول له ازوده حبه بالمنظر ده. ممكن اروح ديستريبيوشن ديبند اون سلوبس ونزوده بالشكل ده كده، بس انا عايز الجليد يبقى يبقى هو اللي فوق تمام. فهروح للسنو و اقلل الماتيريال بس واخليها سترونج. ولو عملت نن، لا هو جه تحت. طيب لو جه كده يبقى انا لفيته 360 درجه. طيب انا عايز جزء منه يجي. على فكره الماتيريال اديتور كله تجارب، كله تجارب، يعني ما تقوليش انا هعمل كذا تيجي معاك كذا من اول مره، انسى الموضوع ده خالص. ادي البلند جت مظبوطه اهي تمام. ولو رحنا شويه ل الروكس اند بلانتس هنلاقيها بالشكل ده كده. ممكن نعمل سواب على فكره بالظبط، عمل اللي احنا عايزينه. طيب نقلل بقى الكفرنج، نقلل الكفرنج بالظبط كده. انا وصلت اللي انا عايزه بالظبط كده. جه فين؟ جه في المكان اللي انا عايزه فيه بالظبط كده. تمام كده، حلو قوي وتمام التمام، مفيش اي مشاكل. لو احنا عايزين يلف شويه بس كده، لا انا عايزه يلف ورا الجبل بالظبط كده. ده كده خلصنا من الخامه بتاعت الجبل. ناخدها نفس الخامه دي كوبي، ونحط نفس الخامه للترين التاني بيست، ونفس الخامه للجراوند برضو بيست، علشان نبقى احنا عملنا حاجه واحده. لو احنا جينا عملنا ريندر عشان نشوف الشكل هنلاقيه بالمنظر ده كده. طيب
عايزين بقى نوصل للجو. طيب عشان نوصل للجو تعالوا نروح نشوف اللايت بتاعنا فين. اللايت بتاعنا اهو، لو احنا مسكنا اللايت ده على فكره وزقيناه كده مثلا وخدناه كده تمام، وخدنا ده نزلناه تحت سنه. انا عايز بس اطلع بالكاميرا كده بس عشان ابقى شايفه، ارفعها سنه فوق تمام، واجي كده مثلا فوق شويه تمام تمام ده كده الجو المناسب اعتقد. يعني لو رحنا بقى عشان نظبط الاتموسفير، قبل ما نظبط الاتموسفير تعالوا الاول بس نظبط الفاينل ريندر هنا بحيث يديني ريندر بالكواليتي عالي شويه. ممكن نروح في السيتنجز، تعالوا بقى نتكلم شويه على اعدادات الريندر. طبعا في عندك البريفيو، في عندي الفاينل ده اجود، في عندي برودكاست اعلى، في عندي سوبيريور اعلى، في عندي الالترا ده اعلى بكتير قوي، وفي اليوزر سيتنجز. لو احنا جينا لليوزر سيتنجز عندي حاجات كتير قوي قوي قوي. اول حاجه عايز اتكلم عليها ان انا بس اقول له بدل ريندر ان مين فيو عشان ما يعمليش ريندر هنا، هقول له ريندر تو سكرين. تو سكرين معناها ان هو بيعمل لي ريندر بس في شاشه خارجيه، اقدر ان انا اعمل سيف للصوره من الشاشه دي. في بعد كده عندي حاجات كتير قوي، ممكن يقول لي ريندر وات، اقدر اقول له ريندر ايفري ثينج، او اقدر اقول له فيزيبل لايرز، اللايرز اللي ما فيهاش اللي انا مش معلم على العلامه بتاعتها هنا دي تمام، عشان ما تبقاش باينه في الريندر. ممكن اقول له اكتف لايرز اللي انا منشطها فقط، او سيلكتد اوبجكت اللي انا عامل عليه سيلكت فقط لا غير. لكن لو قلت له ايفري ثينج هينشط كل حاجه وهيرندر كل حاجه. في عندي بعد كده كل الكلام ده يعني الشرح فيه هيطول، لكن انا عايز اقول لكم على حاجه. دلوقتي انا في اليوزر سيتنج انا ما عنديش بلرد ريفليكشنز، ما عنديش هنا انعكاسات، وحتى لو عندي انعكاسات مش شرط يعني يكون بلر. طيب بشيل العلامه ديت، الديفولت بتاعها متعلم عليها، فانا هشيلها ليه؟ اولا الكاميرا مش قريبه قوي من سطح املس علشان احط بلر. تاني حاجه مش قريبه من سطح شفاف عشان احط بلر. في عندي الديبث اوف فيلد اللي هو عمق المشهد، طبعا ده مش هستخدمه الا اذا كنت هدخل مثلا في افتر افكتس عشان اعمل ديبث اوف فيلد، او عشان اعمل فوكس على اوبجكت بعيد عن الكاميرا وفوكس على اوبجكت قريب من الكاميرا. كل الكلام ده انت مش محتاجه فشيله. موشن بلر انت ما عندكش موشن بلر اساسا، شيله عشان يقلل الريندر شويه. عندك الادفانسد افكتس كواليتي ممكن ادخل فيها كده، ممكن ان انا اقلل كل الكلام ده. في اوبتمايز اندايركت لايتنج اون بلانتس، انا ما عنديش هنا اي بلانتس فهشيل دي. ممكن اقول له كاستم سيتنجز واغير الكاستم سيتنجز زي ما انا عايز او زي ما انا حابب. ممكن في الفوتون مابس انا مش عايز اشتغل الفوتون مابس، لا بصراحه بيطلع السوق المشهد حقيقي فعلا، فطبعا بس لو عليته انا كده هشتغل شغل كبير قوي، هحسب عمليات الباونسنج بتاعه الضوء والكلام ده كله، فانا في غنى عن الكلام ده كله، لكن هنرجع له وهنتكلم فيه ان شاء الله بعدين. ده بالنسبه للريندر سيتنجز. ممكن ادخل في الادفانس، لا اسف مش في دي بقى، ممكن ادخل في الانتي الياس بتاع الاوبجكت اللي هو الجبل نفسه، او التكتشر اللي هي الخامه عفوا. لو ضغطت على اديت خلاص هنا بيقول لي السب ريز بير بيكسل، يعني حسابات الاشعه في كل بيكسل. طبعا ممكن اقلل الماين واقلل الماكس او ازود الماكس حبتين. ممكن الكواليتي ممكن اقللها شويه او ازودها شويه، ممكن نزود دي حبه كده. خلاص عندي برضو التكتشر، ممكن اعلي شويه، اعلي كده عشان تاخد كواليتي اعلى، ممكن برضو ازود الكواليتي شويه. خلصنا من دي، هنعمل اوكي. عندي بعد كده اقدر ان انا اختار اي بريسيت للريندر انا عايزه، او ان انا اكتب الريندر بايدي. عندي بعد كده الدي بي اي اللي هو جوده الصوره، طبعا ممكن اعلي زي ما انا عايز. ده بالنسبه لليوزر سيتنجز. ممكن بعد ما تخلص تقوم عامل سيف للسيتنجز بتاعتك تمام، وتسميها جي اف اكس مثلا ريندر، واعمل اوكي بالشكل ده كده. ده بالنسبه للريندر سيتنجز. في بقى حاجه كمان عايز اتكلم عليها اللي هي الاوبجكت بافر. الاوبجكت بافر ان انا بطلع لكل اوبجكت من دول الفا، بحيث ان انا استخدمه في افتر افكت مثلا. غير كده كمان ده انا عندي حاجه اسمها المالتي باس. المالتي باس دي بتطلع او بتفصل كل ريندر لوحده، او كل باس ريندر لوحده، يعني الشادو لوحده، الريفليكشن لوحده، الريفراكشن لوحده، الترانسبيرنسي لوحدها، كل حاجه بتفصل لوحدها. لو عملت اديت
خلاص. هنا المالتي باس وهنا الجي بافر. المالتي باسز لو انا فتحت الريندرنج كومبوننتس عندي كل ده متعلم عليه، اشيل واعلم عليه الزمني. انا عايز مثلا بختار الريفليكشن، بختار الريفراكشن اللي هو الانكسار، عندي الشادو، عندي الامبيانت، تمام، عندي الديفيوز، كل الكلام ده انت بتختاره في الاكسترا. طبعا دي ماتيريال اي دي، هنخش كده في قصص ثانيه خالص. لو انا قلت له جي بافر، تمام، ده بقى فعلا اللي انا بحتاجه. لو انا قلت له اوبجكت ماسكس، بقول له مثلا انا عايز الترين ده وده، ده كده هيطلعها لي ابيض واسود، هيطلع لي الترين ابيض ووراه اسود. اقدر في الافتر طبعا اعمل عمليه العزل عن طريق التراك مات، اقفل واشيل او اعمل اشيل انيبل للمالتي باسز ونعمل اوكي. وتعالوا كده نجرب نعمل ريندر. انا حتى هعمل كليك يمين على الكاميرا دي واتاكد ان هي بس اتاكد ان هي فاينل علشان نجرب نشوف الريندر بتاعنا عامل ازاي وارجع لكم بعد الريندر. ده بالنسبه للريندر بتاعنا لغايه دلوقتي. طيب طبعا الفاينل ريندر، طب لو احنا عملناها برودكاست نشوف برضو. طبعا زي ما انتم شايفين فرق كبير قوي 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 بين البرودكاست وبين الفاينل ريندر. طيب تعالوا نكمل. تعالوا اول حاجه نروح نظبط الاتموسفير او نظبط الجو حبتين. اول حاجه تعالوا نروح للسن. انا عاوز السن فيزيبل، عايز اصغر السن دي شويه كده مثلا. عايز الكورونا اللي هي الهاله بتاعه الشمس اصغر، ممكن اقللها خالص، اشيل السن خالص، او هي 1% ماشي خليها كده. عندي بعد كده الاذيموس اللي هو الافق، اظبطها شويه كده، او الشمس او مكان الشمس في خط الافق شكله عامل ازاي. اعتقد كده شكلها حلو. في اللايتنج عندي اما اختار جلوبال امبيانس، ده العادي، عندي امبيانت اوكلوجن، عندي جلوبال الومينيشن، وده هيأخر الريندر شويه لكن هيدي نتيجه او كواليتي عالي قوي. في عندي الامبيانت لايت كولر اللي هو اللون اللي ساقط من السماء ومؤثر على الاوبجكتس، عايز اخليه اديت كولر وخلي اللون ده وليكن في الدرجه بتاعه حاجه كده مثلا. شفتوا ادى منظر وشكل تاني خالص. دبل كليك، انا كده رحت الحته غلط، خليني هنا كده تمام كده شويه. عايز اجي بعد كده ممكن اقول لايت انتنسيتي، اعلي لايت انتنسيتي حبتين. ممكن اقول له لايت بالانس، لو انا رحت للامبيانت يبقى انا بروح للون ده خلاص، ولو قللت ده كده يبقى انا هروح دارك شويه. لا انا عايز اخد شفتوا الجلو ده، انا عايز الجلو ده. طب نكمل في الجزء اللي جاي.